نتكلم عن الفتن، وهل في ما يقال عليها أشد الفتن ونعرفها إزاي؟ نعم، أشد الفتن كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الفتن قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء. وفي هذا العصر تحديدا نقول للسادة المشاهدين: تنبهوا لهذه الفتن، فقلما ينجو منها إنسان، لأن طبعا هذا الأمر إذا وقع فيه الإنسان مباشرة، إذا كان مؤمنا يسلب منه الإيمان. الإنسان المؤمن الرجل إذا وقع في الفاحشة فإنه يسلب منه الإيمان، متى يعود إليه؟ يعود إليه الإيمان إذا عاد وتاب وأناب إلى ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا إن الله، الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون. عشان كده شفنا سليمان بن يسار، هذا الرجل الصالح وهو من التابعين، رأيناه وقد دخل عليه أحدهم، يعني ماشي هو وصاحبه في الطريق، فدخلت عليه امرأة، صاحبه راح يشتري شيء وسليمان بن يسار جالس في هذه الخيمة ينتظر صاحبه حتى يأتي. فبمجرد أن عاد صاحبه وجد سليمان يبكي بكاء شديدا، قال له: أقسم عليك، ما الذي أبكاك؟ قال: لقد تأخرت عني، فماذا حدث بك؟ قال: دخلت علي امرأة وعرضت نفسها علي، ولكن عصمني الله عز وجل منها، فنمت فرأيت في منامي نبي الله يوسف عليه السلام يقول لي: أنت الذي تعرضت لك المرأة؟ قال: وأنت الذي تعرضت لك امرأة العزيز؟ فهنا بكى سليمان بن يسار بكاء شديدا ليرى حاله مع ربه. فالإنسان حينما تعترض له الشهوات وتعترض له الملذات في هذه الحياة ليكن على خطر عظيم. تنبه، مهما أتتك الشهوات أو الدنيا راغمة كن على حذر منها. فالحق سبحانه وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه هي شهوات الدنيا، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقولها صراحة: ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء. فليكن كل رجل، طب وهل معنى الآيات أن الإنسان يطعم الطعام ويحنو على المسكين فربنا سبحانه وتعالى برضو يعصمه من البلاء أو الابتلاء؟ ما هو الضد الشيء بالضد، بمعنى أنك إذا أطعمت وإذا أعطيت الميراث لأهله وإذا أطعمت الفقراء والمساكين فهذا يكون سببا في أن يحفظك الله من هذا البلاء. والحق دائما يأمرنا أن نتنبه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عشان كده رأينا جل الصحابة، ده معنى دي إيه بقى؟ عشان دي ناس كتير بتستخدمها وأنا أعتقد أنه بيستخدموها غلط. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني ايه فتنة؟ يعني خد بالك انت ما تخليش المال هذا يكون سببا في دخولك النار والعياذ بالله. ان بعض الناس معهم الاموال ومعهم الملايين، تيجي تقول له انفق في سبيل الله يعطي وجهه لك، يعرض عنك بوجهه بالكلية، واذا اعطاك ما اعطاك الا اليسير. أيوه. فنقول لهؤلاء: هذا المال فتنة، تعطيه لنفسك وتعطيه لاولادك ولاهلك، وحق المساكين وحق الله جل وعلا قد نسيته. فهذا النسيان يعني والعياذ بالله يأخذ بك إلى جهنم والعياذ بالله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. إن الإنسان أول ما بيقابلوا الفقير بالوجه: يوم يحمى عليها في نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يعطيه الوجه ثم يعطيه الجنب ثم يعطيه الظهر، يعرض عنه بالكلية. فهذا حال الذي معه المال ولا يرعوي بما يفعل، وإنما يكترث لنفسه المال ولا يعطي الفقراء والمساكين. أو نعم. يستخدمه في غير يعني في غير مكانه الصحيح، في غير محله. فالحق يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ربما يكون الولد والعياذ بالله نقمة على والديه، يعني يكترث له ويجمع له المال من حله ومن حرمته،
وبعد ذلك يموت هو ويتمتع الولد بهذا المال ولا يكون إلا وبالا على صاحبه والعياذ بالله. حبه للولد جعله يجمع من حلال أو من حرام، يعني مش فرق معاه، هو يجمع المال ليه؟ صحيح. عشان حبه للولد. لذلك قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقالوا أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا النبي لما دخل الجنة أتى بها وقال: كنز من كنوز الجنة. إنما هؤلاء الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي من لسان سيدنا إبراهيم لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال له: مر أمتك بأن يكثروا من غراس الجنة. قلت: وما غراس الجنة؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: يا حبيبي يا محمد، ما رأيت أكمل ولا أنور ولا أزهر ولا أحسن ممن يقول لا إله إلا الله. عشان كده بنقول دايما للسادة المشاهدين: يا جماعة الخير، الدنيا فانية، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فمن يطلب الدنيا لا يطلبها إلا لأن تكون سببا في وصوله إلى الله، لا أن تكون سببا في بعده عن الله. مش تجمع المال وتجمع الدنيا ولا تنظر إلى آخرتك، فلا محالة، سواء في العبادات أو في الأعمال. نعم، عشان يعني كده لازم التعاملات صحيح. لازم نحسن النوايا، إنسان يكون عنده نية. النية: أنا بفعل الزكاة أو بطلع الصدقة، هي لمن؟ هي تقع في يد الله سبحانه وتعالى. أيوة. قبل أن تقع في يد الفقير.